السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني أول لا شك أول مرة أجي أبو ظبي، فكان ضروري أني أزور الفندق هذا اللي هو قصر الإمارات. لا شك الديكورات والبوابة الفظيعة اللي موجودة الأمام والديكورات المميزة، لكن الأشياء هذه كلها، وما شاء الله جايبين لنا كيكة، معطينا كيكة كيكة وفي سلة فواكه، يعني أشياء حلوة، ديكورات مميزة ما حد يقدر يعني يتكلم أو يغطيها، والفندق فائز بجوائز ماسية كثيرة كأفضل فندق. طيب لكن لعل أبرز الأشياء أنا لاحظتها، أنا أشوف الآن المسافة القريبة حيل بين الباب وبين المرحاض. طيب أنا يعني سكرت الباب، شوف أنا راح أقعد عشان ما حد إنه ها شوف هذا الباب، يعني المكان. خلنا نسكر الباب ونشوف. سكرت الباب، شوف القرب بيني وبين الباب. كذلك إذا فتحت الباب، هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية طريقة التنظيف، تنظيف نفسك بعد مثل ما هو واضح، ما في هوز على اساس انك تسحبه وتنظف نفسك، عشان يعني لا احد يقول ان انا متحامل او موجود شيء. دورت بحثت في كل مكان هوز انك تسحب وتنظف نفسك، ما في. هذه كانها حنفيه، طبعا تفتحها حار وبارد طبعا مثل ما هو واضح على الشعار. طبعا لا يمكن نغفل طبعا الصابونات وكل المنشفات والعدد الهائل من الفوط الموجود داخل الحمام، هذا ما حد يقدر يعني يوقف ضده او يسيء. الكريمات كذلك هذه موجوده عندك كثير، لكن بنظف نفسي الان. طيب يعني بس بزبوز يطلع ماي والشكل وزيده ونقصه، طيب شلون بدخل ايدي، شلون بنظف نفسي باستخدام الطريقه هذه؟ راح يكون الوضع صعب حيل. كان ممكن جنب هذا يعني هني مثلا في المنطقه هذه مرحاض عادي، ما نبي أرضي عشان نقول يمكن الفندق والتطور وكذا، نفس هذا لكن في هوز يعني جنبه، وسيلة عشان واحد ينظف نفسه، مو نفس الطريقة هذه. نحن مو انجليز مو أجانب، نبي ننظف نفسنا، لأن هذا يطلع عشان نتكلم نكمل باقي الكلام، لأن احنا مسلمين، واحد بينظف نفسه لازم في طريقة نشف نفسه ينظف نفسه. النقطة اللي ما عجبتني الثانية، النقطة اللي ما عجبتني الثانية، محطات التلفزيون طبعا أنا راح أحطه على أساس راح أقرب الصورة عشان ما حد يقول إن ناصر متحامل أو شيء أو قاعد يكذب أو قاعد لا، عشان نحط على المنيو اللي هي، بعدين نروح على الموفيز مثل ما واضح عندكم، موفيز تختار موفيز اللي هي الأفلام، في مجموعة أفلام موجودة داخل. طيب نختار الفيلم هذا 24 اور عشان لا حد يقول يعني ايدي ميرفي ونيك نولتي. خلنا نشوف. طيب اللي انا لاحظته وتكرر في كل الافلام الموجوده في اللسته ان اللغه العربيه ما فيه، يعني ترجمه عربيه للفيلم، يعني مثل واضح امامكم موفي افيلبل، يعني الفيلم متوفر باللغات الآتية: اللغة الإنجليزية، زين، اللغة الإنجليزية، الفرنسية، الإيطالية، الإسبانية، الألمانية، عربي ما في مع الأسف. يلا ممكن البعض يقول الفيلم هذا قديم وكذا، أوكي خلنا نطلع. سوينا باك، زين، خلنا نشوف فيلم جديد شوي.
نقول يمكن في ترجمة القديم ما في. خلنا نشوف الفيلم هذا حق توم كروز جاك ريتشر الجزء الثاني، خلنا نشوف. وهذه اللغات كذلك، انجليزي فرنسي ما ادري، ولا روسي او تشيكي ايطالي اسباني الماني، لغة عربية ما في. خلنا نشوف بعد. طبعا الليست الافلام فيه كرتون، فيه قديم، افلام قديمة، افلام جديدة، في كثير من الافلام. خلنا نشوف وور كرافت الفيلم اللي اتوقع قبل سنة سنتين، نفس الشيء. موفي افيلبل ان انجلش فرنش روشيان ايطالي سبين جرماني، لغة عربية ما في مع الاسف. يعني وضحت الفكرة اتوقع انا، انها خلينا نشوف الكرتون، يمكن الكرتون بالغلط مترجمينه او شيء. وين الكرتون؟ يعني واحد من الافلام هذه، هذا مثلا، هذا لوراكس، خلينا نشوف، نفس الشيء، لغة عربية ما في. وكلمت انا شو اسمه وزين، وقال راح نجيك، وراح اكلم المسؤول وكلم ما ادري منو. طبعا لا احد جاء ولا احد قال، يعني ما يبون يعترفون ان اللغة العربية غير متوفرة. لكن اربط الموضوع اللغة العربية بموضوع طريقة تنظيف نفسك في الحمام، راح تتضح لك النقطة الرئيسية هذه، اللي هي انه كأن الفندق مصمم للأجانب فقط، وشرق آسيا والهنود وروسيا وأمريكا، كأن ما يبون عرب يجون، أو بالأحرى ما يبون مسلمين يجون. النقطة الثالثة بعد اللي شفتها بإعلان لما أخذت بعد ما حجزت، إن فيه ليلة رأس السنة، في احتفال عن ليلة رأس السنة اللي هو الكريسماس، والتذكرة علشان تحضر، وملزوم تحضر يعني غصب. يعني انت ساكن بالغلط، ساكن وانت ناسي، ساكن او شخص ما تبي تحضر الحفلة، لا مبلغينك من الاول في حفلة رئيسية وانت ملزوم تحضر، ما تحضر كيفك، بس راح يخصم من حسابك 2700 درهم. يعني كانهم يقولون لا تجون، يا العرب يا المسلمين لا حد يجي، الا اللي بيشارك بعض الفعاليات ما بيحط بذمتي شيء، يمكن في اشياء يمين يسار، اشياء يعني ما يبون احد يحضرها وهو يتفاجأ فيها مثلا، يعني بعض الاشياء اللي زين. كذلك بعض الكحوليات اللي لقيناها في الثلاجة طبعا خليتهم يشيلونها، طبعا ما اساس العيال والاهل وكذا، حتى لو اني بالحالي مستحيل يعني امد ايدي عليها. وهذه ابرز الملاحظات عن قصر الامارات. وانا لازلت اعيد واقول فندق من أفخم الفنادق اللي مريت عليها. سكنت أنا بأتلانتس، برج العرب ما جيت حتى الآن، فندق ضخم، فندق يعني متعوب عليه. لكن الملاحظات اللي قلتها، لكن راح أنقلها الإدارة كذلك زين. لكن هذا الفيديو يعني يوثقها. إيه ليه قبل لا أنسى، الطريق الطويل، أنا بطلع برا عشان أصور الطريق الطويل بين السكن اللي أنت فيه. الطريق الطويل، أنا أجيب هذه عشان ما تسكر علي الباب، اللي هي هذه اللي هي تفتح الأبواب، أعطي لك كأنك في مغارة علي بابا، دينار بلاستيك شكله ذهبي، هذا اللي يفتح لك الأبواب، يعني حركة يعني أكشن زين. أنا راح أطلع برا عشان أرويكم الدهليز الطويل اللي لازم تمشي فيه علشان توصل حق غرفتك. طبعا بعد الدهليز هذا في دهليز ثاني وفي دهليز ثالث، يعني ممكن تمشي لك كيلو متر كامل عشان توصل حق الغرفة هذه. احنا الان بالدور الثالث، والاستقبال بالدور الرابع. طبعا هذه الطريقة اساس يعني اول مرة فتح الباب، طبعا تشيلها تفتح مسوينها لك، مو مهم عندي الحركة هذه، مو مهم عادي، بس هذا اللي حبيت اتكلم عنه، عن فندق قصر الامارات اللي موجود في ابو ظبي. ومشكورين، جزاكم الله خير على المتابعه والرحب بارائكم. تمسوا على خير، مع السلامه.